ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية صلى الله عليه، وأراد ابتياع لحم أو لبن منها، فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه صلى الله عليه. فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية صلى الله عليه، فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه صلى الله عليه. فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه صلى الله عليه، فدرت وحلب وسقى كلا من القوم وأرواه صلى الله عليه. ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية صلى الله عليه. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه صلى الله عليه، وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية. فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه صلى الله عليه. فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه صلى الله عليه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية صلى الله عليه، وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. عطر اللهم روضه الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.